السلام عليكم كل متابعين الكرام. النهاردة هنتكلم عن وجبة مهمة وشهية جدا للطفل، التمر. كوكي دلوقتي قدم معاها الوجبة الجميلة دي، وبتبقى عبارة عن منقوع التمر. فايدته كبيرة قوي للأطفال الرضع من سن 6 شهور، مش قبل كده. وطبعا نهتم ان يكون التمر منقيله ونوعية تكون نظيفة. المنقوع بتاعنا بنبيته ليلة بالشكل ده، هيبقى فيه السائل اللي هو شفاف زي ده، والمنقوع عبارة عن تمر غسلناه كويس وضفنا عليه مية او غطيناه بمية. هناخد منه تمرتين ونضربها في الخلاط. قبل ما نضرب في الخلاط ممكن ناخد السائل ده ونقدمه للطفل الرضيع في السن الصغير ده كمشروب في الببرونة بتاعته، لانه غني جدا بالحديد، هيساعده جدا لو عنده مشاكل انيميا او هيموجلوبين الدم محتاج حديد، فبالتالي المشروب ده هيرفع عنده الحديد. غير كده برضو في فايدة تانية كبيرة جدا ومهمة، ان الطفل اللي بيتناول المشروب ده هيديله قوة جدا في العظم لانه مليان كالسيوم. طبعا لما نجهز الكبة تكون مخصصة بالطفل ونضيف جواها الخليط بتاع التمر اللي احنا عملناه، ممكن نقسم الوجبة دي لكذا يوم. بس ناخد الوجبة دي عبارة عن معلقتين للطفل في السن ده، طبعا 2 إلى 3 زي ما احنا قلنا بالنسبة لوجبة التمر، لان احنا مش عايزين نديله كمية كبيرة. الحاجة التانية برضو المفيدة ان مليان مغنيسيوم، والعناصر المعدنية اللي موجودة فيه مهمة لبنى جسم الطفل، بترفع المناعة بشكل عالي جدا لأطفالنا في العمر ده. نحافظ ان الوجبة دي دايما لازم نديها للطفل، وهيحبذا يعني هيكون قبل النوم، لان ده هيديله نوع من الاسترخاء عالي جدا وهيبقى مستمتع قوي بالوجبة بتاعته. نحافظ ان احنا دايما في السن ده نعمل صورة دم كاملة عشان نطمن هل الطفل عنده انيميا ولا لا، ونحافظ على اطفالنا. ما ننساش عشان نقدر نقدم كل جديد نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس، واشوفكم على خير.